سيدة أحمد. بس ما بعرفش اتكلم معاك كلمتين على بعض. ما شاء الله، ده جميل قوي. يعني هو اصلا خدمته في سينا. هو شغال ايه؟ دكتور جراح في القصر العيني. وبعدين اللي واثقه في النظافه نفسها ما بتعملش الحاجات دي. اطلعي برا شويه يا ربا. هتصلي؟ لا هرقص. لسه راجع من يوم طويل، كنا بنصور اعلان. احمد؟ ده الواد طلع مز جامد. هي احلى ولا انا؟ والله يا ابني ما خدش منك غير كلامها بس. انت هبله وهتفضلي طول عمرك هبله، هي حاجه تانية. بقول لك ايه؟ هو مواليد كام؟ وانا ايش عرف امي؟ يا حبيبي معلش انا لسه مع امي وقدامي شويه صغيرة على ما اخلص. امال ايه بصاحبتي؟ صاحبتك؟ امال انت ازاي كنت بتحب سعيد؟ ما تعيطيش. انا ما بعيطش. امال بشتغل ايه؟ بشتغل على السوشيال ميديا، على فيسبوك وانستجرام وتيك توك. مفهوم اي حاجه. وعايزين نبوس. هنبوس اهي. بس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انا مش عايزه يبقى في ما بيننا كلام تاني. مالك يا سعاد في ايه؟ ممكن ما تختفيش تاني؟